بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة السادسة في مدارس الموهوبين في العراق. في المحاضرات السابقة تكلمنا معكم عن القوانين مندل الأول، وذكرنا التضريب العكسي، وكذلك أخذنا فرضيات مندل، كذلك أخذنا الصفة السائدة والصفة المتنحية. ذكرنا أنه الصفة السائدة ما معناها أنه تسيطر على ظهور الصفة المتنحية، فممكن أفراد الجيل الأول تكون جميعها مثلا سائدة، أو ممكن أفراد الجيل الأول تكون أشني متناحية، أو مثلا عكس الصحيح. فهناك تضريب الغاية منها أنه يتعرف على الصفة السائدة، هل هي هجينة أو نقية؟ زين، السؤال يطرح نفسه، لماذا لم الغاية منه أنه يتعرف على الصفة المتناحية؟ الصفة المتناحية نحن مثل ما تعرفون ذكرنا أنه هي حالة واحدة. فمثلا إذا نجي مثلا إلى طويل الساق، الطويل الساق يكون سائد على قصير الساق، الطويل الساق يكون إما هجين أو يكون أشني نقي، ولهذا نحن نخضع إلى تضريب ذاتي، العفو، إلى تضريب اختباري تيست أكروس. لكن القصير الساق يكون أشني، يكون سمولتي سمولتي، حالة واحدة، فما يصير به احتمالين. ولذلك نحن نقصد التيست كروس هو خاص بمنه، خاص بالدومينانت ريسيسيف. نعم، فإذا نجي على تعريف التيست كروس، تعريفه the aim of this crossing، الغاية من هذا التعريف أو العفو، الغاية من هذا التضريب أو الهدف منه، هو to identify، لتشخيص أو لمعرفة genotype. ما معنى genotype؟ genotype نقصد به هذه الأمور، genotype اللي هو طراز وراثي، الطراز الوراثي لمن؟ of individual host، للفرد الذي يحمل، ايش يحمل؟ يحمل الدومينانت، الصفة السائدة، اللي ايش تكون؟ تكون unknown، تكون غير معروفة النقاوة. يعني ما معناتها غير معروفة النقاوة؟ يعني ممكن تكون نقية أو ايش تكون؟ تكون هجينة. ولهذا نحن راح نعمل احتمالين. إذا الاحتمال، الغاية من التضريب الاختباري هو لاختبار الصفة السائدة. تعرفون احنا دائما عندنا صفتين، سائدة دومينانت، وعندنا ريسيسيف. الدومينانت بيها حالتين، سائدة اللي هيش تكون هوموزايغوس، وسائدة ايش تكون؟ هيتيروزايغوس، او نسميها هايبرد، او نسميها مختلفة العوامل الوراثية. نعم، وما نختار، ما ناخذ الريسيسيف بالتيست، لان الريسيسيف يكون حالة واحدة، اللي هو هذا الريسيسيف، شوف حالة واحدة، سمول سمول. نعم، فإذا نيجي ناخذ الفيرست بوسيبلتي اللي هو الاحتمال الأول، البي 1 لونج ستيم اللي هو شني؟ نبات طويل الساق. نعم، مع ما راح نجي ناخذه؟ راح نجي ناخذه مع نبات قصير الساق، وقلنا ان مين نشتقل هاي القصير الساق المتنحي من الصفة السائدة بالحرف كابيتال، هنا حرف سمول. الأمشاج هنا كم مشيج واحد، هنا كم مشيج واحد، ذكرناها إذا كانت متماثلة واحد. نعم، بالإخصاب راح يطلع شني؟ جميع أفراد الجيل الأول لونج ستيم هايبريد بلانت. إذا الاحتمال الأول طلع عندي جميع أفراد الجيل الأول سائدة طويلة، نستنتج أنه الأبش كان السائد كان نقي بيور، إذا هذا كان بيور. نعم، السكند بوسيبلتي، الاحتمال الثاني أو التضريب الثاني اللي هو اللونج ستيم، راح نجي ناخذه هجين، لونج ستيم هايبريد راح نجي ناخذه. نعم، مع أيضا الأب المتنحي سمولتي سمولتي، هذا واحد هذا اثنين، ليش هذا اثنين؟ لأن هذا كان هيتيروزايغوس، ذكرنا سابقا الهيتيروزايغوس يطلع كم مشيج؟ مشيجين. نعم، وكل مشيج يستلم أليل واحد أو عامل واحد، هذا مع من؟ مع إيه هذا؟ شوف هذا مع هذا راح يطلع عندي كابيتالتي سمولتي، وهذا مع هذا يطلع عندي سمولتي سمولتي. أفراد الجيل الأول ظهر المتنحي، ليش ظهر المتنحي؟ بسبب أنه الأب السائد إيش كان؟ كان هجين، فأدى إلى ظهور منه الصفة المتنحية سمولتي سمولتي. عافية. إذا الأب السائد لما يكون هجين يؤدي إلى ظهور الصفة المتنحية وبنسبة 50%. نعم، لكن عندما يكون نقي سوف لا يؤدي إلى ظهور الصفة المتنحية. إذا هاي الغاية من التست كروس. ممكن يجينا تعريف، ممكن يجينا على شكل احتمالات لمعرفة الجينوتايب لمن؟ للدومينانت، هل يكون هو يكون شو اسمه هايبريد، أو إيش يكون؟ يكون هومو، أشني هايبريد هجين، وأشني هومو يكون نقي. نعم، الآن نأتي إلى تضريب آخر نسميه نحن بالباك كروس، التضريب الرجعي. ما معنى تضريب الرجعي؟ نحن سابقا لما يطلع عندنا أفراد الجيل الأول، أفراد الجيل هذه نرجع على آبائه، ولهذا نحن نسميه تضريب رجعي. شوف كروس بتوين، أيضا ممكن أن يجينا بالوزاري كروس بتوين هايبريد ممبرز، تضريب يجري بين أعضاء هجينة من الفيرست جنريشن. من هي الفيرست جنريشن؟ اللي هي الاف 1. نعم، with parents، أشني with parents؟ مع الأبوين، مع أحد الأبوين أو مع فرد يماثل أحدهما. يعني شلون؟ نحن عندنا أفراد الجيل الأول منه هي الكابيتال تي سمول تي، نحن دائما تطلع عندنا أفراد الجيل الأول بلانت لونج ستيم هايبريد اللي هي هجينة، مع من؟ أحد الأبوين اللي هو هذا، قد يكون كابيتال تي كابيتال تي، وممكن تأخذ الأب المتنحي اللي هو سمول تي سمول تي في تضريب آخر إذا تعمل. نعم،
فإذا عندنا كافتتي سمورتي هذا اثنين وهذا تعفون واحد، راح يطلع الأفراد الجوال جميعها شني؟ جميعها 100% لونج ستيم. لكن إذا جينا احنا نشخصها هاي ايش تكون بيور أو هوموزايغوس، وهذا ايش تكون هايبريد، لكن هي جميعها ايش تكون سائدة. زين ايش نغير من التدريب الرجعي؟ هذا لمعرفة هل الصفة هل الأب يكون سائد أو ايش يكون متنحي. فإذا طلعوا جميعهم سائد إذا الأب ايش راح يكون؟ الأب الطويل راح يكون سائد. إذا طلع قسم منهم متنحي إذا هذا راح يكون سائد ايش نهجيا؟ نعم. إذا طلعوا كلهم متنحي إذا هذا راح ايش يكون؟ الأب راح يكون اثنيناتهم متنحي، وهكذا. فهي نقصد بها الغاية من الباك أكروس. إن شاء الله في المحاضرات اللاحقة سوف أنا أبدأ بقانون مندل الثاني، لأن إحنا أخذنا قانون مندل الأول أو سميناه التضريب الأحادي سابقا، والقانون مندل الثاني راح يسموه التهجين الثنائي. نعم، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.